للمزيد من المتابعة ينضم إلينا سعادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة. سيادة السفير مساء الخير. أهلا وسهلا، يعني والاستضافة. تحياتنا يا فندم. يعني بداية، إذا كنا نتحدث عن ذكرى النكبة وقرار التقسيم عام 48 وما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية، كيف يكون للأمم المتحدة دور الآن في اتخاذ إجراءات بشأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة؟ أولا يعني اليوم 15 من أيار، وهو بالنسبة لنا في الذاكرة الجمعية الشعب الفلسطيني على أنه يوم النكبة الذي حل بنا منذ عام 1948، ونعيش في هذه الأيام خاصة في قطاع غزة المنكوب ذكرى نكبة مستمرة طوال 7 شهور. ولذلك المهمة الرئيسية لنا ولكل أبناء أمتنا العربية ودولها والإسلامية ودولها وشعوبها وكل أصدقائنا في وقف هذا العدوان، وقف هذه الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات هائلة لأهلنا في قطاع غزة، ووقف التهجير القسري سواء داخل القطاع أو التهديد بدفعهم تجاه سيناء، الأمر الذي يتطلب منا وقف هذه الجريمة ضد الإنسانية وعدم السماح باجتياح رفح. في الأمم المتحدة، أقدمت الأمم المتحدة على خطوة شجاعة بالذهاب إلى مجلس الأمن، حيث أوصى مجلس الأمن 12 صوت إيجابي 2 امتناع في قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية، ولكن عطل ذلك سوء استعمال الفيتو الذي يستطيع أي عضو من أعضاء الدول الخمس التي تملك الفيتو أن تعطل أي قرار. ولذلك ذهبنا متحدين من أجل السلام عربا ومسلمين وعدم انحياز كل أصدقائنا، واعتمدنا قرارا تاريخيا 143 صوتا لصالحه، 9 أصوات فقط ضده، في الإعلان من قبل الجمعية العامة على أن دولة فلسطين تستوفي كل الشروط وفق أعراف وميثاق الأمم المتحدة، وتطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في الطلب. وأضافت الجمعية العامة بإعطاء المزيد من الصلاحيات والحقوق دولة فلسطين تقترب من العضوية الكاملة في الجمعية العامة، ونقدر كل ذلك. وللدول التي وقفت معنا وفي المقدمة الأشقاء العرب جميعهم ما في ذلك الجزائر والرئاسة العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وكل الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية، كان ذلك إنجازا تاريخيا نستطيع أن نبني ونراكم عليه، وقدم كهدية مهمة في القمة العربية قبل أسبوع من وقوعها في البحرين، الأمر الذي يمكن القادة العرب من الاستفادة من هذا الإنجاز والدعم الدولي الهائل في ضغط زيادة الضغط لوقف العدوان وفتح آفاق لعملية سياسية تؤدي إلى وقت إنهاء الاحتلال، إنجاز الاستقلال لدولة فلسطين عاصمة. سعادة السفير، كيف من الممكن أن نبني عن كل هذا وهذا التوافق الكبير على القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة من خلال التنسيق بينكم وبين البعثات الدبلوماسية بالأمم المتحدة لتحقيق توافق من الممكن أن يعطي الحل للأمور ميدانيا؟ نحن قد أنجزنا قبل بضعة ساعات اجتماعا مهما لمجلس السفراء العرب، قيمنا فيه التصويتات على القرار في الجمعية العامة، حددنا مجموعة من المهام التي ستمكننا من الاستمرار في الزخم والمراكمة عليه وإيصاله إلى مواقع في غاية الأهمية، توصل إلى تغيرات نوعية في المشهد السياسي. طبعا ما أعني هي أنه يلوح في الأفق أن موجة من الاعترافات من دول أوروبية غربية بقيادة إسبانيا وأيرلندا ستتم قريبا في الأيام القليلة القادمة، وسيتبعها موجات متلاحقة أخرى، الأمر الذي سيزيد من عزلة المعطلين في مساعينا في العضوية الكاملة من ناحية، وسيزيد من عزلة الذين مستمرين في هذا العدوان على آلنا
بهدف تشديد الخناق عليهم، إجبارهم على وقف إطلاق النار، وقبول الجهود المصرية والقطرية المشكورة في التوصل إلى الصفقة التي كانوا ولا يزالوا يناقشوا بشأنها. لذلك الجهد والعمل السياسي الدبلوماسي في الأمم المتحدة هو عامل يضاف إلى صمود أهلنا وبطولات ملايين البشر في كل أرحاء الكرة الأرضية بما فيها العواصم الغربية وجامعاتهم، الذين يدعو إلى وقف إطلاق النار، الذين يدعو إلى وقف التسليح لإسرائيل والتدخير لأنه ينكل بشعبنا. فإن كل هذه العوامل المتضاربة متضافرة مع بعضها البعض ستساعد تقريب يوم وقف إطلاق النار وإعادة البناء لغزة، وكذلك فتح أفق سياسي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال لدولة فلسطين. سعادة السفير، يمكن حضرتك ذكرت أن مصر رفضت التهجير إلى سيناء، يعني كيف كان الدور المصري في رأي حضرتك، وجهة نظر حضرتك، من الموقف التاريخي عام 48 حتى الآن في رفض التهجير القسري، وكيف أثر ذلك على مسار القضية على مدار 76 عاما؟ نحن ندرك الدور العظيم لمصر، وإحنا كلنا من صغارنا لكبارنا نحب مصر، تعلمنا الكثير من مصر، ومئات الألوف منا درسوا في الجامعات المصرية وتثقفوا وتعلموا على حب الوطن والكفاح من أجله، وتضحيات الجيش المصري والشعب المصري طوال كل هذه المسيرة. نحن نقدر ذلك ونعرف دور مصر ومكانة مصر. ومصر هنا زميلي السفير المصري، هو أخي المقرب إلي الذي يقف مع مصر، مع فلسطين ظالمة أو مظلومة دوما، ونعمل معا وسويا ما فيه الخير للشعب الفلسطيني ولقضية الوطنية. مهما قلنا عن تقديرنا لمصر، لا نستطيع أن نوفي مصر حظها من المحبة والتقدير من الشعب الفلسطيني للتضحيات المصرية العظيمة التي نقدرها تقديرا هائلا. وإن شاء الله نحتفل معا وسويا يوم رحيل الاحتلال عن أرض دولتنا، إنجاز الاستقلال، تكمل الفرحة ليس فقط للفلسطينيين المصريين وإنما لكل الأمة العربية والإسلامية جماعة. طيب، في هذه النقطة أيضا، انضمام مصر إلى دعوة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يعني كيف تؤثر هذا الانضمام على مسار القضية؟ هل من الممكن أن يكون لمحكمة العدل الدولية قرار ملزم بعد ذلك؟ قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، في شأن التصدي للإبادة، ملزمة. كل الدول التي التحقت في ميثاق تصدي لجريمة الإبادة الجماعية قبلوا طوعا أن القرارات من قبل المحكمة ملزمة. نحن طرف، إسرائيل طرف، معظم الدول العربية أطراف في هذه المعاهدة. التحاق مصر هذا شيء عظيم، ودول أخرى مع جنوب إفريقيا التي عادت للمحكمة في الأيام القليلة الماضية وطلبت أن تعود المحكمة لفرض إجراءات احترازية إضافية لمنع جريمة تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه غزة، باتجاه سيناء، وكذلك وقف التهجير القسري داخل غزة نفسها. وقررت المحكمة أن تعقد جلسة مرافعات غدا، تقدم فيها جنوب إفريقيا مرافعتها بطلب الخطوات الاحترازية الجديدة لوقف العدوان على رفح، وسترافع إسرائيل في اليوم الذي يليه، وخلال بضعة أيام ستقر محكمة العدل الدولية أي رزمة من الإجراءات الاحترازية ستفرضها على إسرائيل، وعلى أن تلتزم بتنفيذها ورفع تقرير عن تنفيذها لمحكمة العدل الدولية في الفترة الزمنية التي ترتئيها مناسبة المحكمة، كما فعلت في الماضي عندما طلبت تقديم تقرير إزاء 6 خطوات احترازية طلبتها من إسرائيل، وأن تقدم تقريرا في ذلك. طيب سعادة السفير، إذا تحدثنا عن الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل ليس فقط الآن ولكن من 1948 عندما أيضا ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على مجلس الأمن بالموافقة على وقف إطلاق النار ما بين الجيوش العربية وإسرائيل، والآن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية
بنفس الشيء من خلال الفيتو الأمريكي ضد القضية الفلسطينية أو موقف معاكس. هل من الممكن أن يكون هذا الضغط أو يخف الضغط الدولي من خلال الولايات المتحدة الأمريكية بعد التظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد موقف الأمم المتحدة وبعد أيضا تظاهرات النكبة التي تجوب كل العالم أو يعني شتات أنحاء العالم كله؟ علينا أن نستمر كل من موقعه دولا وشعوبا وأفرادا في الضغط على إسرائيل أولا لوقف العدوان، وعلى الجهة الرئيسية التي تساعد إسرائيل وهي الولايات المتحدة أن تلتجئ إلى العدل والإنصاف وإلى وقف هذا العدوان، لأنها هي التي تسلح إسرائيل بشكل رئيسي وتبعث لها الذخائر وتبعث لها الفلوس. ولذلك بعد 7 شهور من هذا العذاب لشعبنا وهذه الحرب الإبادية ضد أهلنا، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تصحو إلى الإنصاف والعدل وأن توقف إسرائيل وأن لا تعطل مسعانا في قادم الأيام والأسابيع الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن لأخذ موقعنا الطبيعي وممارسة حقنا الطبيعي والقانوني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لنفتح الآفاق إلى عملية سياسية مجدية تفضي إلى تطبيق حل الدولتين على الأرض. هذا الموقف الذي هو جزء من السياسة الأمريكية، وتعلن أمريكا كل يوم أنها مع حل الدولتين، آن الأوان لها أن تخطو خطوات عملية بهذا الاتجاه، يفرض حل الدولتين على من شاء ومن أبى، وهذا هو الحل الذي يجمع عليه العالم. وهذا الحل من أجل أن يطبق يجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 4 حزيران عام 1967. أخيرا سعادة السفير، دور الأونروا المهم في قطاع غزة، تعطيل هذا الدور، كيف يتم دعم دور الأونروا خلال هذه المرحلة بعد تفاقم هذه الكارثة الإنسانية؟ علينا أن نقوم بمهمة، أولا أن ندعم الأونروا في الولاية السياسية لها التي هي نابعة من الجمعية العامة، وعندما تصوت 176 دولة لإعطائها ولاية في 3 أشهر انتضافية ولا يصوت ضدها إلا دولة مارقة واحدة وهي دولة إسرائيل، لذلك على الجميع أن يستمر في دعم وإسناد الأونروا سياسيا. وثانيا على كل دول العالم التي عندها اقتدار أن تدعم الأونروا ماليا للاستمرار في تقديم خدماتها النبيلة ضد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين، كما فعلت منذ النكبة حتى الآن، وكما يجب أن تستمر في الفعل إلى أن يوجد حل عادل وشامل في المسألة الفلسطينية ترتكز على إنجاز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وحقه في الاستقلال في دولته وحق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم. صحيح، أشكرك. بناء على ذلك الأونروا يجب أن ندعمها جميعا، ولها دعم هائل في الأمم المتحدة لأنها منظمة نبيلة تقوم بخدمات جليلة إلى اللاجئين الفلسطينيين. ونشكر الأونروا والأمم المتحدة والأمين العام السيد أنطونيوس غوتيريس الذي يدافع عن الأونروا بإخلاص وكل مبدئية على جهودهم. بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا سيادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، شكرا جزيلا على هذا التحليل، شكرا جزيلا.